لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. لاسارتي، ايه رايك في استقدامه لقياده الاهلي؟ انا ما اعرفش عنه معلومات كتيره بصراحه يعني، ولكن هو مدرب يعني واضح انه عنده خبرات كبيره. وانت دلوقتي الاهلي في وسط، لما تجيب مدرب في وسط الموسم بالذات، لما تجيب مدرب اجنبي لازم يكون مدرب عنده خبرات كبيره جدا، ازاي ان هو يقدر يخش ويتادبط بشكل سريع ويقدر ان هو يفرض فلسفته على كل الناس اللي موجوده بشكل سريع. وانا اعتقد ان الراجل من خلال السي في بتاعه، من خلال قراءتي عنه يعني بعض الشيء، درب في لا ليجا، درب في الوصل الاماراتي على ذكر الانديه العربيه طبعًا يعني طبعا. لكن لازم يبقى في دعم. انت النهارده لما بتاخد قرار ان انت تجيب مدرب لازم تفضل واقف وراه، ولازم الادوات اللي حواليه تفضل تساعده بشكل كبير جدا. انت عندك يعني في اسماء كبيره جت وما نجحتش عشان الناس اللي حواليها ما ساعدتهاش بشكل كويس. مارتن يول منهم. مارتن خد الدوري يعني، انا برضو الناس بتقول ان مارتن فشل، مارتن خد الدوري يعني هيعمل ايه اكتر من ماشي، خسر في افريقيا ولكن خد الدوري. انا مارتن مدرب كبير، ولكن ممكن يكون التوقيت اللي هو مسك فيه النادي الاهلي ما كانش توقيت بالاساس الناس. هل مشكله الاهلي كانت مدير فني ولا لاعبين اكتر؟ بص، انا شايف ان وصول كارتيرون للمباراه النهائيه بمجموعه اللعيبه اللي كانت موجوده ولمجموعه اللعيبه المتاحه، ان انت عندك في اصابات وفي لعيبه ما كانتش موجوده وبعض الايقافات، انا شايف ان هو يعتبر انجاز جيد ليه. ما تقدرش تقول ان كارتيرون مدرب وحش، كارتيرون مدرب كويس جدا ومدرب منظم ومدرب ذكي ومدرب ذكي في تعامله مع الاعلام وتعامله مع اللعيبه والمان تو مان مانجمنت وحاجات كتيره جدا، وعنده خبرات في افريقيا كبيره جدا. ولكن بعد خسارته لبطوله افريقيا كانت هتبقى الضغوط كبيره جدا عليه جوه النادي الاهلي، فاعتقد ان القرار كان الصح ان هو كان لازم ان هو يرحل. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.